التمثيل مجرد أرقام وأيام بنعدها، أما حياتنا وسعادتنا فهم فوق كل سنة وفوق كل حسابات. الوقت عمره ما كان مهم، المهم أنت عملت إيه وبتعمل إيه. مساء الخير والسعادة والأمل على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج الحريفة من أول يوم في السنة الجديدة 2023. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل جمهور الأهلي طيب. يا رب السنة الجديدة تكون وشها حلو علينا كلنا، وتكون سنة نجاحات وتحقيق أحلامنا. كل سنة وانت طيبة يا أميرة. بس طيبة يا جماعة في بداية الحلقة عايزين نقول حاجة مهمة قوي. عايزين نقول لمحمد رأفت بروديوسر البرنامج، وهو من أهدى الناس في الكرو بتاعنا، كل سنة وانت طيب لأن عيد ميلاده النهاردة. سنة طيب، طيب يا رأفت. الشخص الهادي اللي بشوفه بحس بهدوء، هادي جدا، عامل زي السفنجة، معرفش ازاي. كل سنه وانت طيب يا رأفت، وسنه سعيده عليك. كل سنه وانت طيبه يا هنوده، ويا رب بجد نحقق كل احلامنا. وحلقه النهارده حلقه مليانه احداث وقصص ملهمه نقدر ناخدها قدوه لحياتنا ونستفيد منها. لو حطينا لها عنوان كده هتكون الامل، الامل فينا وفي الناس اللي حوالينا وفي بكره وبعده. فعايزين كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يركزوا معانا كده في الحلقه دي كويس جدا، يمكن نقدر نوصل لهم احساسنا مع بدايه السنه الجديده. فتعالوا نروح لاخبارنا اللي مش كتير النهارده عشان الحلقه مليانه حاجات كتير. نشوف اخبارنا ايه في السريع ونرجع تاني. أول خبر معانا النهارده هو فوز الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بنادي الأهلي على فريق الزمالك. المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة اللي اتلعبت على صالة نادي الزمالك وقدم خلالها الأهلي عرض قوي وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3 أشواط دون مقابل. ماتش يعني الحمد لله. ألف مليون مبروك لأبطال الطايرة في النادي الأهلي. ونروح من تألق الأهلي ونروح من فوزهم لتتويج فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على نظيرهم عالي البحريني في المنافسة اللي جمعت ما بينهم امبارح في صالة استاد القاهرة، عشان يحقق فريق سيدات تنس طاولة الأهلي إنجاز بالفوز في جميع المباريات اللي لعبوها قبل ما يصعدوا للنهائي وياخدوا اللقب على حساب المنافس البحريني عن جدارة واستحقاق. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كل الألعاب اللي بينافسوا فيها، وتكون 2023 وش الخير والسعادة علينا كلنا يا رب. دول كانوا الخبرين اللي معانا. تعالوا نروح بقى دلوقتي لتعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة للتاريخ، صورة أثارت جدل كبير على الساحة الرياضية اليومين اللي فاتوا، وكان الخبر الأهم في عالم كرة القدم. صورة اللي شايفين ايه اللي هيتكتب في نهاية أسطورة في عالم كرة القدم، وانه كان لازم يعتزل بدل ما يقرر يعمل كده. وفي اللي شايف لا، انها عادي، خطوة كويسة، خصوصا المبلغ اللي أخده. الصورة اللي معانا بتخص انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي لحد سنة 2025. الحدث كان الكل عارفه، بس كنا عمالين نكذب نفسنا ونقول لا، عمره ما هيحصل، مستحيل كريستيانو ينهي مشواره بالطريقة دي. بس مش عايزة أقول للأسف، يعني دلوقتي ده فعلا بقى واقع، واللي كنا شايفينه حلم اتحقق، وكريستيانو رونالدو هيلعب دلوقتي في الدوري السعودي. ما بقاش فيه دوري أبطال أوروبا ولا منافسة مع ميسي، كل حاجة اتنقلت اتقفلت زي الضمنة لما بتتقفل. فيعني مش عارفة أبقى مبسوطة ولا زعل. عارفه، هي كره القدم عامه في العالم في اخر كام سنه تحولت، يعني انتماءات الانديه والحاجات المعينه اللي كانت موجوده قبل كده ما بقتش موجوده. والصفقه دي اميره بالنسبه لكريستيانو ممكن تكون مربحه جدا، يعني ماديا هو دلوقتي مثلا، يعني الموضوع في حسابات تانية كتير بالزبط. ماديا دلوقتي يا جماعه هو الاعلى اجرا في العالم، 400 مليون يورو في سنتين. في اخبار بتقول ان العقد فيه بند بيقول انه ممكن يعار لنادي نيوكاسل الانجليزي في حال انه انهى الموسم في مركز يؤهله لدوري ابطال اوروبا، مع العلم ان ملاك نادي النصر السعودي هم نفسهم ملاك نادي نيوكاسل. فالموضوع بالنسبه له ما بعدش قوي، لان لو بصينا هو كان قدامه حل من 3 حلول. اول حل انه يعتزل كره القدم، وده صعب، صعب على واحد حابب ينهي مسيرته وهو أسطورة زي ما هو ويكون مستواه كويس. الحل الثاني ان هو يروح الدوري الأمريكي، وده لان كان جاي له عرض من الدوري الأمريكي. الحل الثالث وهو نادي النصر. نادي النصر بيوفره لكريستيانو كل حاجة هو محتاجها وهيحتاجها، فالقرار ده
يعني اقتصاديا لانه عايز يكسر ارقام قياسيه طبعا. كتير الى حد ما متزن في المرحله اللي كريستيانو فيها دلوقتي. بالظبط، هو اكيد طبعا حسبها كل الحسابات اللي انت بتتكلمي عليها دي يا هند. والحقيقه يعني لازم نحيي كل القائمين على كره القدم في المملكه العربيه السعوديه، الفلوس اللي دفعوها في الصفقه وكل اللي عملوه، هم ما بيرموش فلوسهم على الارض. نادي النصر ما تعاقدش مع لاعب كره عادي، هم تعاقدوا مع سفير عالمي على أرضها عشان يعززوا أهداف تسويقية تانية مختلفة خالص، مش بس لناديهم، لا للكرة الأسيوية كلها. رونالدو هو الأكثر متابعة على السوشيال ميديا كلها، الأكثر بحثا على جوجل في التاريخ، سفير لعلامات تجارية كبيرة جدا. فكريستيانو بالنسبة لهم سفير للبلد وهيفيدهم في خططهم لسنة 2023، يعني زي بالضبط الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 وصلهم دلوقتي 100 مليون زائر في الموضوع ده، أكبر يعني من فكرة تعاقد مع أي لاعب أسطوري. الموضوع ليه أبعاد تانية كتير، يعني زي ما احنا شايفين اهو لحظة وصوله في السعودية، يعني فرحة والله، برضو يعني فرحة مش عارفة تفرحي مين فيه. عارفة زي ما انت قلتي، تحية كبيرة جدا للمملكة العربية السعودية على ذكائها في الماركتينج. كريستيانو رونالدو لو عايزة تنزلي عنده ستوري على انستجرام او بوست بتدفعي حوالي 2.4 مليون دولار. فلو هم كريستيانو رونالدو لو قاعد بيتغدى في مطعم هناك وصور الغدا، ده برقم صحيح. الارقام اللي اتدفعت يا جماعه، اللي الناس عماله تقول هو ليه نادي النصر دفع الارقام دي، لا الارقام دي اقل بكتير من اللي السعوديه تستفيد من وجود كريستيانو رونالدو. اذكياء جدا بصراحه. صح، دي حقيقه. واحنا مهم نشوفه، مهم، والمهم عندي ما يعتزلش. دي على فكره ده بالنسبه لي كانت انا عكس. لا انت عارفه، المهم نشوفه ونستمتع بيه. عموما خلصت فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، لكن دلوقتي وصلنا لفقره المنور. منورتنا النهارده عن موضوع يهمنا كلنا، كلنا شايفينه ولامسينه على ارض الواقع في الفتره الاخيره، الا وهو المجهود اللي بتبذله الدوله اخر 4 سنين في اهتمامها بذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه كملف مهم وحاضر دايما زي اي ملف موجود. واعتقد ان هم بيعيشوا عصرهم الذهبي من اهتمامات في كل المجالات، سواء كان في الرياضه، الفن، الاعلام، وكمان الدراسه. الاهم بقى من ده كله انه على المستوى الانساني، حرص الدوله على تنوير دورهم واهميتهم في المجتمع، كمان الفعاليات، المؤتمرات، الاحداث اللي بتتعمل ليهم، زي مثلا اخر حدث كان حفله مؤتمر قادرون باختلاف اللي كان من يومين وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه زي كل سنه، وكان متصدر المشهد اليومين اللي فاتوا، لانهم الحدث ده بيخلي الناس تقرب منهم اكتر، وهم كمان بيقربوا من الناس، نتعرف عليهم وعلى حكايتهم واحلامهم وطموحاتهم، ونحاول كمان ان احنا نساعدهم، لان هم اميره جزء كبير جدا 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 من المجتمع. مظبوط يا هند، مظبوط. يعني لما بنتكلم عنهم وبسمع قصصهم بيدوني بجد كميه طاقه ايجابيه وتفاؤل وامل، عمرهم ما بيحسسونا ابدا انهم يائسين من الحياه وفاقدين الامل، طموحهم ما بينتهيش. وعايزه اتكلم بصراحه هند النهارده في جزئيه مهمه جدا، كلنا دايما بنفتكر ان الاشخاص المعاقين هم الاشخاص اللي بيكون ما عندهمش انجاز ومش عارفين يعملوا حاجه، لكن بالعكس دول بني ادمين عندهم، وانهم بني ادمين عندهم عجز ومختلفين عننا. بس الحقيقه ان كلمه معاق ممكن تتقال على واحد ما عندوش اي مشاكل لكن عنده اعاقه في ذهنه، يعني اي حد عنده نسبه عاليه من الغباء او الاشخاص الجهله المتخلفين. بس الاعاقه بالنسبه لنا، ولازم كلنا نركز في الموضوع ده تحديدا، هو اعاقه فكر، اعاقه اراده، عمرها ما كانت اعاقه جسديه او شكليه. بنشوف دايما اشخاص بيحققوا انجازات وارقام قياسيه وهم عندهم بتر او عندهم مشاكل معينه. لازم كلنا نعرف ان دول ما ينفعش نقول عليهم معاقين، دول اسمهم اصحاب همم، دول بناخد منهم امل وبناخد منهم ايجابيه. ولازم نغير كلمه معاقين دي من قاموسنا وحياتنا لكلمه اصحاب همم، لانها كلمه صعبه انت حضرتك ما بتحسش بيها لما بتقولها، يعني
لازم نعرف قد ايه الناس دي بتاثر فينا. وانا شايفه ان اصحاب الهمم دول ارقى اشخاص وارقى قلب ممكن تتعامل معاهم. فيهم اسامي كتير قوي عملت انجازات. ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه مش حاجه قليله. الموضوع ده فعلا بيضايقني جدا، فلازم نركز جدا في الاسامي، ما بنقولش معاق، بنقول ذوي الهمم. تاني حاجه عايزه اقولها ان الناس دي رغم ان حياتهم صعبه، مش اقصد صعبه علشان هم مختلفين، لا، صعبه لانهم بيواجهوا تحديات اكبر من التحديات اللي احنا ممكن نواجهها في حياتنا. فرغم ان حياتهم صعبه الا انهم راضين ومتحملين. احنا ربنا يا جماعه ما خلقناش عبثا، وما اداش كل واحد يعني مشكله في حياته هو مش قدها. اي حاجه ربنا بيعملها هو ليه حكمه فيها وفي كل حاجه. فبجد انا بقول كده ان هم قد ايه مهمين وقد ايه بيلهمونا وقد ايه بيفتحوا دماغنا. يمكن في ناس تانية ما عندهاش اي حاجه ولا عندها اي مشاكل وما عندهاش ربع الامل اللي عندهم. ده حقيقي، واللي انت قلتيه ده يودينا لحته مهمه جدا يا اميره، الا وهي انه الناس اللي بتشوف ذوي الهمم مختلفين، ربنا، انا عايزه اقول لكم حاجه قوي، ربنا مدي الناس دي قدره على التحمل، ومديهم طيبه قلب كبيره جدا جدا جدا، مديهم حب قادر يخليهم يعملوا اي حاجه بابتسامه لطيفه. كل اللي محتاجينه مننا شويه تشجيع وثقه فيهم. وحاجه كمان مهمه قوي، مش بس هم اللي محتاجينها، كلنا محتاجينها مع بعض، تقبل. تقبل الاختلاف، كلنا محتاجين ان احنا نقبل اختلافاتنا. اقبل ان انت قصير وانا طويل، انت ابيض وانا اسمر، انت مسلم وانا مسيحي، وهكذا. الطاقه الكبيره اللي موجوده عند ذوي الهمم محتاجين ان هم يستخدموها في احلامهم، مش محتاجين حاجه اكتر من كده. انا بتضايق جدا من كل اب وام مكسوفين من ولادهم، حابسينهم في البيت، لما بيجي لهم ضيوف بيخلوهم في اوضه لوحدهم لمجرد ان هم حاسين ان هم مش زيهم. احنا اللي مش زيهم. ربنا مدي كل واحد فينا ال 24 قيراط بتوعه كاملين. صحيح. في اللي واخدهم صحه، اللي واخدهم مال، واللي واخدهم جمال، واللي واخدهم ولاد. ال 24 قيراط ربنا بيقسمهم علينا بالعدل، فلازم نتعلم نكون راضيين باللي احنا فيه، مش نقعد نرمي كلام زي ربنا يكون في عونك او اي كلام بيندرج تحت التنمر والتقليل من عزيمتهم. مش يمكن الشباب دول يا جماعه عندهم قدره تحمل مش عندك، هو مش يمكن هم عندهم أكيد. قدره تحمل مش عندك. حضرتك لو نزلت رحت شغلك او رحت التمرين بتاعك النهارده ورجلك وجعتك شويه، بتقعد تتعصب على الناس كلها وتقول ده انا النهارده يومي وحش؟ لا، في ناس مبتوره القدم، في ناس عندها حاجات فعلا 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 صعبه علشان تقدر تنزل تعمل شغلها او تتمرن. احنا فخورين باللي الدوله بتعمله حقيقي، قادرون باختلاف بتوصل زي ما قلنا صوتهم لينا، وعشان كده يعتبر من اهم الاحداث والمناسبات السنويه اللي بتحصل في مصر. حدث مختلف، حدث مؤثر، مليان مشاعر انسانيه، مشاعر جميله جدا بتتقدم لنا وبتتقدم للعالم كله في اشكال مواهب مختلفه زي الغناء، التمثيل، الشعر، التقديم تلفزيوني، وكمان حوارات بين ابطالنا وما بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاهد مختلفه بنستنى نشوفها كل سنه. ومن مكاني هنا عايزه اشكره على الدور الكبير اللي بيقوم بيه للمرأة، الشباب، ذوي الهمم، اهتمامه دايما بالفئات اللي كانت طول عمرنا بنحارب. الست بتحارب بالزبط. أنا عن دورها بالزبط. الشباب بيحاربوا عشان مكانهم. ذوي الهمم، سيادة الرئيس جه يعني علشان ينصف بالظبط مرأة، ذوي الهمم، شباب، يعني كل تحية والتقدير ليه. الحقيقة بالظبط، الحقيقة فعلا الفضل كله بيرجع للسيد الرئيس اللي شايف فيهم قدرة وموهبة وبركة زي ما هو دايما بيوصفهم باهتمامه، وخلى أبطالنا دول يعيشوا تطور كبير جدا على كل الأصعدة، لأن احنا عندنا خطوات وإجراءات ملموسة لدعم وتمكين ذوي الهمم في كل المجالات، وأهمها إنهم يكونوا موجودين كعنصر الأساسي في كل المحافل والمناسبات المهمة. وكمان في صندوق قادرون باختلاف اللي اتعمل من ضمن قوانين المؤتمر 2020، واللي شجع على عمل المشروعات الصغيرة ليهم. ومن الحاجات المهمة برضو جدا دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاصة اللي اتعملت في مصر 2020 تحت رعاية الرئيس السيسي، وكانت ضمن 800 لاعب من 42 دولة، واللي مثلت أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاصة باللاعبين الأفارقة. وكمان بقى فكرة، ودي يمكن أهم حاجة من أهم الحاجات اللي اتعملت اللي انت كنت لسه بتتكلمي عليها هند، فكرة تغليظ عفوية عقوبة التنمر على ذوي الهمم.
ده اللي مهم جدا. في ناس بتتكلم كلام عفوي وهي مش عارفة قد إيه هو بيوجع. فحركة المؤتمر السنة دي مختلفة جدا، فاحنا فخورين باللي بتقدمه الدولة في ملف الاهتمام بذوي الهمم، ودايما دايما بنشجعهم ودايما بنشوف الدولة بتعمل إيه، وعشان يبقوا موجودين معانا كده النهاردة. ده حقيقي. ناس منهم. ده حقيقي. وكمان عايزه اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا، ودي عايزه اقولها لكل حد بيتفرج علينا النهارده، انه مهما كان المجهود اللي الدوله بتبذله والمساحه الكبيره اللي الدوله بتحطها لذوي الهمم في المجتمع، الا ان الناس عليهم دور كبير جدا جدا جدا. ضروري ان احنا كلنا نغير من تفكيرنا. لازم تفهم حاجة مهمة جدا، كلمة واحدة صعبة ممكن تدمر حياتهم، ترجعهم 100 خطوة لورا. يعني زي ما قال مثلا الفنان أشرف عبد الباقي للريس، انت غيرت وجهة نظر الناس وده الأهم. الجملة دي مهمة تتبروز. سهل ان احنا نحط قوانين، سهل القوانين تتنفذ، سهل نخلي ذوي الهمم موجودين في كل حتة، لكن الأهم ان احنا من جوانا نبقى مصدقين فيهم وانهم يقدروا. وده الدور الأصعب، لانه مش كل الناس عندها القدرة على تقبل الاختلاف، ودي مشكلة كبيرة 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 مش بس لذوي الهمم، احنا عندنا مشكلة في التقبل. كل يوم بنشوف ناس بتنتحر وبنقرا اخبارهم على السوشيال ميديا بسبب يا اميره عدم التقبل. بنت اهلها مش متقبلين شكلها، شاب الناس عنده في الشغل بيتنمروا عليه ومش متقبلين شخصيته. مصايد. وهكذا مصايب، بيحصل مصايب فعلا بسبب التنمر. صح. وانا شايفه ان احنا برضو في القاء ضوء جامد على الفكره دي، ده على جميع الفئات برضو. دي مهمه جدا. احنا عندنا عموما امل كبير، خصوصا بعد اللقطات اللي شفناها في المؤتمر السنه دي. احنا فخورين بكل ابطالنا الموهوبين اللي شفناهم في المؤتمر مع الرئيس، وعشان كده هيكون معانا النهارده ان شاء الله محمود احمد من اصحاب الهمم وبطل العاب القوه، والطفله تاليا عبد المنعم اللي كانوا مشاركين في احتفاليه قادرون باختلاف. محمود اللي طلب انه ينضم للنادي الاهلي، والحقيقه الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي كانوا على الموعد وما تاخروش ابدا، فورا تم التواصل معه هو وتاليا واستقبلهم امبارح ولبى رغباتهم كلهم. تعالوا نروح لفاصل، نرجع معاهم نعرف حكايتهم ونشوف احساسهم ايه بعد ما حلمهم الكبير اتحقق. استنونا. زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا النهارده بطلين من ابطالنا اللي كانوا مشاركين في قادرون باختلاف. محمود احمد بطل العاب القوه اللي انضم امبارح لبيته النادي الاهلي، وكمان الطفله تاليا عبد المنعم اللي وجودها الملائكي في الحفله كان مميز وخطفنا كلنا. ومنورنا كمان والده تاليا استاذه هدى، اهلا بيكم منورنا. اهلا بيكم يا تاليا. نعم. يا حياتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. مبسوطه انك معانا؟ طبعا. اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وصحه وسلامه. يا حياتي. انا بس عايزه اعرف ايه اللي انت ماسكاه في ايدك بس الاول كده ومبسوطه بيه قوي كده؟ بصي وريني. ادي لي كده. ايوه ده علم. وكمان بصوا ايه العلم ده، جبتيه منين؟ احكي لنا. ده الكابتن محمود الخطيب اداه لنا باساس احنا اهلاويين ورحنا نادي الاهلي. لا وداك والتيشيرت ده الصغنن الجميل ده، والتيشيرت بردك ده التيشيرت الاهلي، تيشيرت الاهلي، والدرع بردك درع الاهلي. حلوه قوي. انا هاخد منك التيشيرت ده الماتش الجاي. اوكي اوكي. خلينا نبدا بمحمود. محمود اللي عايز ينافسنا اللي هيبقى مذيع. أيوة. ده لا طبعا هيقعدنا في البيت. انا عارف. محمود كلنا شفنا طبعا كلامك والحوار والحدث اللي حصل مع رئيس عبد الفتاح السيسي. قول لي احساسك ايه؟ انا احساس بالفخر طبعا. انا طلبت ان انا ابقى مذيع، وابراهيم فايق حقق لي الحلم ده في حلقه عنده في البرنامج وكسرت الدنيا. كانت حلوه قوي الحلقه دي. انت محمود كلمني عنك الاول من البدايه. هل انت موضوع الاعلام ده كان في دماغك من وانت صغير؟ يعني احكي لي كده من اول ما بدا. لا هو اللي بدا معايا وانا صغير، كنت عاوز ابقى رياضي جدا يعني. فاتجهت بقى للرياضه، واكتشفت نفسي بقى في لعبه 100 متر جري و200 متر. 100 متر و200 متر. السنه اللي فاتت بقى الرئيس الاتحاد البشمهندسه امل خدتنا معاها في حفل قادرون باختلاف، واكتشفت ان انا ينفع ابقى مذيع. يعني السنه اللي فاتت اللي عرفت انك ممكن تبقى مذيع. فهي قالت لي انت مذيع شاطر جدا، وكذا حد قال لي كده، فقلت بقى
يعني اجرب تجربه ونجحت الحمد انا زيك على فكره. انا كنت عايزه ابقى مهندسه اصلا، وبعدين لقيت نفسي دخلت اعلام وكله قال لي ده انت يجي منك وينفع تبقي مذيعه. مذيعه شاطره جدا. ربنا يخليك. شهاده اعتز بيها. انت الاثنين شهاده اعتز بيها. تاليا. نعم استاذه تاليا، كلميني عن الحاجات اللي معاكي دي وموضوع الاهلي كده. اولا موضوع الاهلي ان انا فعلا كان نفسي اكون اهلاوي. حلو. انت اهلاويه اوريدي؟ انا يعني انا اهلاوي، كنت بشجع فريق الاهلي طبعا لان كنت بشوف التلفزيون. بصراحه كان الموضوع عجبني قوي، وكنت عارفه ان انا هكون اهلاويه، وقعدت ادعي ان انا اكون اهلاويه. فعلا دعوت استجابت ان انا اكون اهلاويه. بقول لك يا تاليا، انا عايز اسالك على حاجه. نعم. قولي لي دعوه تانية دعيتيها وربنا استجابها لك. دعوتي ان انا اكون مذيعه. ايه ده؟ انت دعيتي ان انت تكوني مذيعه؟ اه. انت عايزه تبقي مذيعه ولا بتغني؟ هي بتعمل اوريدي برنامج على السوشيال ميديا. اغني. ايوه بس انا برضو عارفه ان انا ايوه عايزه اغني. ده لازم. طب تاليا بتلعب اي رياضه؟ كانت بتلعب سباحة بس وقفنا فترة. اه يعني بتغني ومذيعة وسباحة ما شاء الله، ودمها خفيف، ممكن تمثل اعتقد. اه جدا كوميدية. ودعوتها كوميدية مستجابة. اه ودعوتها مستجابة دي. ادعي لنا بقى النهار بدعوتين. طب قلدي لنا حد. قلدي لذيذ وزومبا، انت تحبي؟ اه اهلا وسهلا. اهلا. اوكي حاضر. أنا لذيذ. أنا زومبا. أنا زومبا. متقمصة. قفلة قفلة والله. اه والله اه والله. نحكي محمود. احكي لنا عن أول مكالمة من النادي الأهلي بعد المؤتمر واستقبال النادي الأهلي ليك، حسيت بإيه كده؟ هي كانت أول مكالمة بقى، كانت على الهواء مباشر. اه. كانت في برنامج إبراهيم فايق. أوكي. اتفاجئت طبعا، انا عرفت ان انا خلاص في النادي بالمنشور، بس هما بقى كلموني في البرنامج. طبعا انا كنت قاعد على كرسي المذيع، كنت هطير من الفرحه. بس يا حبيبي بس يعني قلت ابان هادي. ابان هادي عشان البرنامج ما يبصش. جدع كده مذيع بجد. عارف يكونترول. تاليا. لا استنى، احنا معانا على الشاشه لقطات لمحمود مع كابتن الخطيب. مين اللي كلمك؟ يعني احكي لنا كده تفاصيل اكتر. انت كنت في كابتن في خالد هو اللي كلمني. قال لك ايه بقى؟ قال لي محمود خلاص انت معانا في النادي، وحتى كمان سالني تحب تلبس رقم كام؟ يا نهار ابيض. قلت له رقم 10. اشمعنى رقم 10؟ عشان كابتن بيبو. يا حبيبي. مضالي هنا على على الراي. وتاليا كمان هي موجوده قاعده في القعده دي معاك. وتاليا عايز اسالك على حاجه. نعم. عايزاكي كده تكلميني وتحكي لي عن حوارك مع سيادة الرئيس. اولا يعني انا لما شفت سيادة فخامه الرئيس كنت فرحانه جدا، لكن في ساعه الحفله لما شفته قلت يعني انا كان حقيقي ان دي كانت امنيتي ان انا اشوف فخامه الرئيس واتحققت يا حبيبه قلبي. طب تانيه انا عندي خبر كده ويعني لازم اكلمك فيه. لا هقول عادي قدام الجمهور ولا هتتضايقي؟ لا اتفضلي. انا سمعت ان حضرتك نمتي على المسرح، حصل الكلام ده ولا ايه؟ حصل اكيد. حصل اكيد. بتاكدي ازاي نمتي على المسرح؟ افهمها دي ازاي؟ اولا صحونا الساعه 5 الفجر. يا حياتي شقيانه يعني. ها؟ ثانيا وده بدري جدا طبعا 5 الفجر، انا ما اقدرش اصحى 5 الفجر. يعمل كده ها؟ يعني دي يعني ثالثا بقى. ايوه في حاجه. يعني الواحد بيبقى مرهق لما بيصحى الساعه 5 الفجر. حقك بصراحه، حقك. حسيتي ان انت هتنامي مالكيش دعوه باي حاجه حصلت جنبك. طيب انا لسه احنا لسه مكملين، بس عايزه اروح بقى لاستاذه هدى والده السكر. اولا برحب بيكي وبشكرك على وجودك معانا النهارده، لكن عايزه ابتدي، شفتي ازاي مؤتمر قادرون باختلاف ووجود تاليا على المسرح؟ يعني
اكيد انت عندك قصه مختلفه، حدوته مختلفه تماما. لا كانت فرحه كبيره جدا جدا، وهو كان قلق وفرحه، اللي هو هي فعلا هتقدر تأدي تبقى كويسه، وفرحه طبعا لما شفتها كده كسرت الدنيا. هي سكر لما نامت ما قلقتيش؟ ما بقوله انا كنت حاطه ايدي على قلبي. يعني بصي دورك مهم قوي، يعني في يمكن لسه كانت هند بتقول ان في اباء وامهات ما بيبقوش عايزين يظهروا اولادهم وبيخافوا من الحاجات والمواجهات، ايه التحديات اللي انت واجهتيها مع بنتك؟ لا هي حكايه الخوف ان هي تظهر، لا هي التانيه بتحب ان هي تظهر اصلا، هي بتحب لذيذة في المدرسه، بتحب تشترك في الحفلات، بتحب تدخل مسابقات، يعني هي بتحب كده، فانا حابه ان انا اشجعها على ده، تدعميها وتدعميها بالظبط. مفيش اي صعوبات كانت بتواجهك خالص في كده ولا عامه؟ لا في كتير طبعا كتير، بس الحمد لله ربنا بيقدرنا. طب احكي لنا عن لقائها مع كابتن محمود الخطيب. بصي واحنا اصلا كنا في مع بصيره كنا بنعمل لهم رحله. من غير قطع كلامك تاليا، تاليا في الفيديو ده كابتن بيبو بيقول لها عايز عصير مانجا، قالت له لا. هو في ايه تاليا؟ ما كنتش معايا. ايه تاليا؟ كنت بتدي له بق يعني؟ ما حاليا انا كان عندي هي خافت علي. كان عندي برد؟ كنت تعبان يا روحي. كان عندي برد فخفت الصراحه ان انا اديله عشان ما يتعديش. ما شاء الله النبي، في فكر يا جماعه، في دماغ شغاله. انا خفت بصراحه عشان ممكن يتعدي، وبصراحه بخاف على اي شيء بيحصل. يا روحي تخافي تاذي حد او تتعبي حد، النبي شاطره. كملي لنا بقى اللقاء مع كانت معانا باشمهندسه امل، وتاليا بتعشق حاجه اسمها باشمهندسه امل، فعرفت ان هي رايحه لكابتن محمود. باشمهندسه امل رئيسه المهرجان، رئيسه الاتحاد. رئيسه الاتحاد. قالت لها انا جايه معاكي. باشمهندسه امل قالت لي طب خلاص لو تسمحي لي انا هاخدها وارجعها. فهي راحت مع باشمهندسه امل قابلت كابتن الخطيب ورجعت بقى، فانا شفت الفيديو اصلا بعدها. هي مش بتحكي لي، يعني هي مستقلة تماما. عايز اقول لك على حاجة، الأم إن هي تطلع طفلة واثقة من نفسها في سن زي ده، دي مش حاجة سهلة. أنا عايزاكي تقولي للأمهات اللي بتتفرج، إزاي قدرتي إن أنت تطلعي طفلة عندها هذا الكم من الثقة في النفس والكاريزما وخفة الدم؟ الحاجات دي كلها أنا متأكدة إن أنت عملتي حاجات عشان تطلعي البنت دي كده. هو برضو دعم من المركز، لان انا من وهي صغيره ما كنتش عارفه اتعامل قوي. فوديتها المركز من وهي بيبي. فكانوا بيعلموني ازاي اتعامل معاها، وبيعلموها ازاي تعرف الدنيا، ويعني ده كان نقطه البدايه. وكانوا بيدعموني ويدعموها، فمشينا خطوه خطوه، وهم اللي كانوا بصراحه يقولوا لي لا ما يعني تقع زيها زي الباقي. كنت خايف عليها زياده عن اللزوم. فابتديت بقى ان انا لا لازم اسيبها تعتمد على نفسها. برافو عليكي. ممكن ده أميرة يودينا لكل اولياء الامور، انه اي حاجه مش عارف تعملها مع ابنك او بنتك روح اسال المختص. بالظبط. روح، انا دايما اقعد اقول الاطفال محتاجين طبيب نفسي، حتى صح. في المدرسه كل الاطفال محتاجين طبيب نفسي علشان يحكوا اللي بيحصل معاهم في المدرسه، والامهات محتاجه ده. يعني ما تشتكيش لواحده صاحبتك، هي مش هتعرف تفيدك، لكن الدكتور هيقول لك اعملي كذا، انت بتتصرفي صح. كلنا صح. محتاجين. والمراكز دلوقتي كمان لكل الاعاقات، يعني في تخصصات لكل الاعاقات، فبجد دعمهم بيبقى كبير جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. طيب انا عايزه اروح لمحمود كده. يعني انت كنت بتلعب رياضه، وده كان سكتك الاول، وبعدين قررت ان انت تبقى اعلامي. مشتكي للرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي وحقق لك امنيتك. ما راجعتش نفسك خالص في موضوع الرياضه؟ لا انا طبعا موجود في الرياضه. يعني انا هبقى موجود في الرياضه والاعلام عادي، الاثنين مع بعض. حبك للاعلام تحديدا برضو يعني جه ازاي؟ ما هو انا زي ما قلت لك جه من اول مشاركه ليا في قدرون باختلاف ثلاثه. طب انت وزاد بقى السنه دي. انت بدات رياضه امتى؟ في 2019، يعني مش من زمان. احكي لنا عن بدايتك بقى. كانت بدايتي يعني رحت نادي عندنا في البلد وقلت اكتشف نفسي، فاكتشفت نفسي في الجري 100 متر و200 متر، فحققت بقى بطولات كتير والجاي اكتر بقى ان شاء الله.
طب انا عايزه ارجع بقى لتاليا. استاذه تاليا احنا هنرجع لتاليا في الفيديو الجاي. تاليا احنا هنتفرج دلوقتي على فيديو ليكي من مؤتمر قادرون من باختلاف مع بعض وهنكمل مع حضراتكم. ايه بس ماشي يعني بتحبي دينا قوي يعني؟ ماشي قوي قوي وانا بموت فيكي. انا عشان اكتر يا روحي. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج قادرون باختلاف. البرنامج جميل جدا وان شاء الله هيعجبك. الاول في حاجه اسمها يلا الحفله بعد ايوه لازم نركز عشان ما ننامش على المسرح. بيقولوا ان الحفله دي لازم يكون فيها فساتين وحاجات جميله جدا، فانا قلت اعرض لكم فيديو جميل جدا وهيخرب الدنيا باذن الله. هيخرب الدنيا مع مين بقى؟ انت بتصوري مع مين؟ مين انا؟ عرفي بقى الجمهور. لان انا بصور فيديو مع الاستاذه دينا. الاستاذه دينا جدا دي بتحضر معايا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله بتحضر معانا الفيديو كمان سندي وكمان نوران. هنخلي كل الناس تحضر معايا الفيديو هيبقى جميل جدا باذن الله. هنشوف الحلقه الجايه. تاليا الفيديو ده انت كنت قاعده في الكواليس؟ ايه الفيديو ده؟ كنت قاعده في ورا المسرح في قدرون باختلاف. قاعده على سلم المسرح. اه وانا ودينا كنا بنعمل فيديو عن برنامج قدرون لان في حفله كانت السنه دي، فقلت يعني اعمل برنامج مع دينا ومع ابراهيم فايق. يعني في حاجه انا عايزه اقولها لكم، يعني انا كان نفسي اكون كل شغاله مذيع. في برنامج قدرون طبعا انا قلت لدينا ان انا اعمل برنامج قادرون. وقفت قالت لي ماشي، بس الحلقه الاولى انا عملتها معاها. ففعلا الحمد لله نجحت. نجحت الحمد لله. طب قولي لي بقى تاليا، عايزه تستضيفي مين في البرنامج بتاعك؟ اول خلصنا الاولى والثانيه، ناقص الثالثه. الثالثه بعد معاكي انت يا روح انت يا نادي. لا 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 ما اقدرش. اتفضلي. يعني هنعمل ايه سوا انا وانت؟ هنغني سوا؟ ومين تاني عايزه تستضيفي؟ مين تاني؟ وهند. يا حياتي ده انا يعني ارجوكي استضيفيني. نفسي اي حد يستضيفني يا تاليا، فما بالك لو انت. طب احنا هنختبرك دلوقتي كمذيعه، ماشي؟ انت دلوقتي في البرنامج اهو وعايزينك تقدمي محمود. الاول ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وسعاده. انا باسم العزيز محمود احمد بطل مصر فالعاب القوه معانا. اهلا يا محمود. اهلا يا تاليا، عامله ايه؟ من غير اوتوكيو شغاله زي الفل. الله اكبر. شغاله مذيعه من غير اوتوكيو. طبعا انت جاي عشان تقول لنا ايه الحاجه اللي انت كان نفسك تعملها. الحاجة اللي كان نفسي اعملها يا تاليا اني احقق ميدالية عالمية. اوكي. في الاولمبياد ان شاء الله. ده كان سؤال حقيقي بجد يا محمود؟ طبعا. يعني احكي لي بقى عملت ايه مع كابتن محمود خطيب؟ رحت بقى واستقبلني في النادي واداني العضوية واداني كل حاجة. كان يوم تاريخي. يعني الكلام ده انت شايفه يا محمود بجد؟ بجد. حصل بجد، ما كنتش بحلم. ممكن نسقف لها يا جماعه؟ والله نسقف لها على الشطاره يعني. طيب تاليا احنا عندنا فاصل دلوقتي، زي ما انت كده قاعده باصه للكاميرا بتاعتك هتقولي يلا احنا هنطلع فاصل، هتطلعينا الفاصل الجاي ده. يلا احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني. دنيا كبيرة ومش مستحيل تعفز على الأولون، بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم. أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب، مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكبت. أصل أنا أستاذ في الدنيا بس
للأسف تاني يوم بات ماما على طول، لو يوم زعل في ثواني أصفى وزعلي مش بيطول، مبسوط علشان مبسوط وخلاص. لا لا يا جماعة، أيوة لا يا جماعة، لا يا جماعة، سقفوا يا أساتذة. إيه تانية الحلاوة دي؟ يعني برافو برافو. أغنية أصلا اختيار الأغنية والروقان أيوة. ونسكيب الحزن صوتها حلو صوتها طبعا يعني أيوة. في أغنية برضك يعني في جميع الأغاني بعرف أحفظها. شاطرة جدا. بتحبي مين من المغنيين يا تالي؟ تحبي تسمعي مين وتحفظي لمين؟ بحب اسمع المغني بقى سلطان. يا حياتي حبيب قلبنا ده. ايه ده؟ ده انت ذوقك حلو كمان. محمود عايزه اسالك على حاجه انت وتاليا كمان، بس عايزه ابتدي بيك. كل واحد فينا علشان يوصل لحاجه بيمر بحاجات صعبه، مواقف صعبه. في المواقف دي كلنا، انا اميره، اي حد بيقول لا انا مش هكمل او الفتره دي فيها ضغط عليا قوي فمش هقدر اكمل، عايزاك تحكي لي كده قصه او موقف صعب عدى عليك قلت لا انا مش هكمل، سواء في الرياضه او في الاعلام. هو في موقف في الرياضه حصل معايا بس من قريب يعني. احكي لي. في كان المنتخب بتاع العاب القوه خلاص اتجمع واكتشفت ان انا مش في المنتخب. فكان عندي فرصة تانية في منتخب تاني اسمه المنتخب الوطني بس تبع الأولمبياد الخاص وكده. فلعبنا، قالوا في بطولة اسمها بطولة المناطق. لا بطولة المناطق لعبتها بتأهل لبطولة اسمها البطولة الوطنية. البطولة الوطنية بتأهل لبطولة العالم في برلين. حلو. فأنا لعبت كل ده عشان أتأهل لبطولة العالم في برلين وعملت أفضل الأرقام في البطولة. وفي الآخر اكتشفت إن في الأولمبياد لازم نعمل قرعة عشان نحدد مين اللي هيروح البطولة. أوكي. مع إن أنا أفضل رقم في البطولة، فتخيل أفضل رقم في البطولة مش مسافر. يا بسبب إن أنت ما كنتش تعرف إن لازم قرعة. القرعة ما حسيت يعني بإيه ساعتها؟ حسيت بإحباط يعني. حد عامل رقم اقل منه وهيسافر مكاني ليه؟ طب فساعتها انا قلت انا مش هكمل بصراحه. انا قلت لا خلاص انا كده خلاص. وايه اللي خلاك تكمل؟ يعني ايه اللي خلاك ترجع تاني؟ العزيمه بقى. وقلت لا فقلت لا اكيد ربنا شايل حاجه احسن من كده وكملت. وادينا دلوقتي بلعب في النادي الاهلي. بالظبط شايل لك حاجه فعلا احسن من كده. طب انت حققت بطولات كتير في الاربع سنين اللي فاتوا، ايه اقرب بطوله ليك واهمهم بالنسبه لك؟ هي كانت يعني اكتر حاجه شايفها مهمه اللي هي البطوله اللي انا قلت عليها. وفي الاخر اكتشفت ان هي لازم قرعه عشان لكن في في البطولات اللي انت حققتها. في البطولات اللي حققتها كلها يعتبر بطولات محليه بس كلها مهمة يعني. كله مهم. القصة اللي انت حكيتها القصة اللي هو حكاها دلوقتي وانه يعني لو كان يأس وما كملش. انا ساعتها دمعت لما سمعت ان في قرعة ودمعت، عرفت ان انا خلاص مش هروح. ده يعني ده درس لكل حد انه الفشل او الوقعة هي لازم تبقى موجودة. يعني انت لو يومها ما كنتش تعلمت من الوقعة دي وقلت زي ما انت بتقول كده اكيد ربنا شايل لي حاجة احسن، ما كنتش هتعرف تشوف الاحسن. بالظبط. ما كنتش تبقى موجود النهاردة في النادي الاهلي. بالظبط. فبرافو عليك. تاليا احكي لنا انت كده موقف او حاجة صعبة كده عدت عليكي وانت كده في الغنى، في التمثيل، في الاذاعة. لما انا كنت في ال ايوه سامعينك يا فندم. في التمثيل كنا في العرض في مسرح ريفولي. ف يعني مسرح ايه؟ ريفولي. ريفولي. فانا كنت بعمل مشهد بس المشهد كان باظ مني. عشان المفروض في واحد معايا في المشهد، قصدي اتنين معايا في المشهد اللي هو ابو هدنة ويوسف. الاتنين بقى يعني هما غيروا المشهد بتاعهم. اوكي. فبعد كده المشهد باظ بس الحمد لله. شكرا لك يا رب. انا حاولت ان انا اعمل خطه بان انا احاول اعرف امثل المشهد بتاعي. بس كنت ببصله من جوايا. كملت المشهد للاخر. كملتي. كملت المشهد للاخر. كملتي المشهد رغم ان هم غيروا المشهد بس انت قمتي بدورك. مظبوط.
برافو. دي كانت اصعب حاجه عدت عليكي ولا في حاجه اصعب؟ في حاجه اصعب وانا بقى في السباحه كنت بخاف جدا. كنت بكون قلقانه قوي. ايه اللي بيخوفك من السباحه تالي؟ اللي بيخوفني ان هما بينزلوني من غير عوامه. عشان تتعلمي التعوم يا تاليا. ما هي سباحه من غير عوامه. كله على فكره كل الاولاد كانوا بيخافوا وهما بيعوموا علشان كانوا لسه بيتعلموا. بس دلوقتي لسه بتخافي ولا خلاص؟ لا، من ساعه ما كبرت بقى اتعودت وعرفت يعني ايه نتعلم. ايوه، نتدرب سباحه من غير عوامه. بالظبط كده. امال انا لما احنا بنتعلم سباحه ايه؟ بعوم بالبورد يعني مثلا ضربات رجل. برافو عليكي. برافو عليكي. هدى، كنت عايز اسالك على حاجه. شايفه لغايه دلوقتي في تعنت من بعض المدارس او النوادي بيقابلك؟ احكي لنا شويه. احكي لنا. هي تاليا انا كان نفسي ادربها سباحه، احنا اعضاء في نادي السكه الحديد. وهما كانوا شايفين ان ما عندناش حد متخصص ليها ومش مستعدين لده. فاحنا عملنا مشاكل كتير عشان ندربها. بس طب اي لعبه تناسبها؟ ما فيش لعبه تناسبها. فكنت بضطر ان انا ادور على نوادي تانية ورحت اماكن بعيده. بس انا اللي وقفتها لان انا ما قدرتش اكمل. ويمكن برضو قله خبرتي في الموضوع، ما اعرفش مين متخصص، مين النادي اللي بيدرب حالات زي كده. فجت كلها مع بعضها. وفي المدارس لما جيت اقدم لها في المدرسه برضو احنا لفينا كتير، في مدارس كتير ما قبلتهاش فعلا. يعني الطريق في الاول ما كانش سهل. لا، وانت اصريتي ان انت تتعلمي تعملي ايه وتمشي ازاي. برافو عليكي. وانا كنت حابه ادخلها مدرسه عاديه علشان ما تحسش ان هي مختلفه. يعني يا رب كل الامهات يبقوا زيك يا هدى والله. يعني احنا معانا بقى يا استاذه تاليا. لا، معانا فيديو ليكي وانت بتغني مع كابتن محمود الخطيب. يا جميلة وعيش يستهلا بتعبد عالأول، بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم اليوم. أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وحب. مش مشغول بالي وطول عمري بعمل اللي خلص كده. اصل انا استاذ فيزياء وغزل سنتين على الجنان. لا يوم زعل بسواء وزعلي مش بيطول. هو واضح ان في حب وعشق للاغنيه دي. ها يعني طبعا 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 طبعا. هي من اقرب الاغاني لقلبك صح؟ محمود، بما احنا الراجل ده بقى هنختبره النهارده. ماشي. بما انك انت راجل مذيع، هتبقى اول ضيف يجي البرنامج ده يسال المذيعات. احنا دلوقتي ضيوف. اتفضل اسال. الاختبار ده بقى. ايه رايك بقى؟ ده اختبار لينا احنا حضرتك. اختبار. اوعى تسالنا اسئله صعبه. يلا ليك تسالني سؤال وتسال اميره سؤال. يعني بما انكم سالتونا ايه اصعب حاجه عدينا عليها، فايه اصعب حاجه عديتي عليها انت؟ اصعب حاجه عديت عليها؟ سؤال صعب. اتفضلي يا استاذه هند. انا حاسه ان انا عملتها بنفسي. اصعب حاجه ان في وقت من الاوقات كنت قاعده من غير شغل وكنت حاسه انه خلاص كده انا مش عارفه اكمل، مش عارفه ابقى مذيعه. كنت بشتغل في مكان، المكان ده قفل فجاه، فكنت حاسه ان انا خلاص كده الدنيا قفلت في وشي وما كنتش عارفه اروح اي مكان تاني. وقعدت كده 3 شهور مش بعمل اي حاجه غير ان انا بصلي وبدعي ربنا وبقول له يا رب اجعل لي مخرج، شوف حل للي انا فيه دلوقتي ده وخرجني منه. وعملت زيك، قلت انا هعمل اللي عليا ايا كان، ربنا مش هيضيع تعبي. وما ضيعش تعبي وبقيت زيك. نتيجتنا احنا الاثنين واحده، بقيت في قناه الاهلي. ايوه. واميره بقى سؤال تاني. اتفضل يا فندم. يعني العكس، ايه افضل لحظه عدت على حياتك كلها؟ يا محمود ده يعني لا، حاجات كتير والله. يعني الحمد لله حاجات كتير قوي. حاجه مهمه اقول ايه؟ ما يعني هقول لك حاجه. انا يمكن توقفت فتره كده، يعني ما كنتش بعمل حاجه خالص.
ولا بغني ولا بشتغل في مجالي كمذيع ولا بعمل اي حاجه. قعدت فتره كده وبعدين كنت هشد في القعده يعني، كنت هقعد بقى واكمل وكده وخلاص بقى ستي ويعني وجوزتي ومعاكي عيالك تمام. بس اللحظه اللي حسيت فيها ان انا لا انا مش قادره اقعد وان انا اقدر اكمل واقدر اعمل اي حاجه في اي وقت انا عايزاه، دي بالنسبه لي احسن فتره، ان انا رجعت كملت الحاجتين اللي انا بحبهم، ان انا اغني وان انا اشتغل مذيعه حسب دراستي يعني. فده بالنسبه لي كان القرار المظبوط، ان انا قلت لنفسي انت هتكملي، انت مش بتاعه قاعده فلازم تكملي ولازم تفضلي. فدي بالنسبه لي احسن حاجه. كده جاوبت على السؤالين. انت كان في سؤال تاني؟ اتجوزي على افضل الافضل وافضل الراجل ده مذيع شاطر قوي يعني. وانت بقى ايه افضل لحظه في حياتك؟ افضل لحظه في حياتي افضل لحظه كتير قوي. اللحظات نعم. الحلوه كتير قوي. افضل لحظه هي اول حلقه، ده بجد، ده مش عشان احنا في قناه الاهلي بس، عشان انا من وانا صغيره الاهلي عندي يعني، مش عارف العيال اللي هم كانوا بيروحوا بقى يتفرجوا على الكوره والحاجات. ايوه. ففكره انه وقفت وبيبو المخرج قال 3 2 1 في اول حلقه وشفت لوجو الاهلي هنا على الشاشه وبعده كان وشي، فده كان بالنسبه لي دي كانت لحد دلوقتي احلى لحظه في حياتي. ثواني بس، هو المخرج اسمه بيبو؟ اسمه بيبو. ايوه. ده اهلي اهلي بقى. اهلي، امال ايه، احنا ما بنهركش. ما ينفعش. برافو عليك والله العظيم يعني. مذيع شاطر 10 من 10. ناوي تعمل ايه الفتره الجايه مع الاهلي؟ ناوي يعني اكسب كل البطولات اللي هتقابلنا طبعا. مفيش خساره. لا، والشغل شغل جد بقى. شغل. احكي لنا اكتر يعني. شغل جد دي جمله يعني محتاجه شرح. هو الاول بس كده، احنا يعني عشان انا في ثالثه ثانوي السنه دي يا حبيبي، فهنزل بقى هم حصتين في الاسبوع، لكن بعد الثانويه هنزل كل يوم تمرين ما عدا الجمعه. انت عملت الخطه يعني. حطيت ال هي ده السيستم اصلا بتاع النادي الاهلي. حلو. نفسك تخش ايه؟ فكرت عايز تخش ايه؟ كليه؟ اهلها؟ اكيد. اصل على فكره يعني مش كل، مش شرط يعني، ممكن تكون بتحب حاجه تانية بس انت عايز تشتغل مذيع. ايوه، بس انا يعني انا حابب ادرس اصلا الشغلانه دي، مش حابب ادخلها كده. فاهمه. حلوه قوي. تاليا. لا. ممكن اسالك سؤال هو بعيد شويه بس معلش يعني، ممكن تقولي لي جد قوي؟ اتفضلي. جد قوي يا استاذه تاليا، جد قوي. ممكن تقولي لي وانت قاعده مع كابتن بيبو، كابتن الخطيب، ايه اكتر حاجه حسستك ان انت فرحانه كده وحسيتي ان انت فخوره بنفسك؟ يعني اللي انا حابه اقوله، انا كنت فخوره جدا 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 ان انا شفتك خروطي. لكن في حاجه ان انا اقولها، ان اصلا الكابتن محمود الخطيب دون رئيس مجلس النادي الاهلي، طبعا يعني انا كنت لسه اتضرب اكون بطل السباحة في نادي الاهلي. يا حبيبتي على فكرة نجرب ونشوف، وادينا نعمل محاولة تاني ونشوف ممكن تعملي ايه في السباحة يعني. نفسك تتمرني سباحة؟ طب يلا ان شاء الله هنشوف وهنشوف ونظبط مع مامي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طب انا عايزة، انت دلوقتي مذيعة شاطرة جدا وبتحبي تغني جدا، تعملي ايه تاني في حياتك؟ يعني تاليا كده وهي فاضية بتقعد تعمل ايه؟ وانا فاضية؟ تحبي تعملي ايه تاني؟ مثلا بقعد اعمل حاجات بالصلصال، بعمل دايره، بعمل اشكال، بعمل شكل كوكيز، بعمل حاجات جميله جدا يا حبيبي. 24 ساعه بنغني. 24 ساعه بنغني. طب انت مش عايزه طب تتمرني غنى يا تاليا؟ عايزه اتمرن غنى. طب ليه ما تروحي تقدمي في الاوبرا؟ ما الاوبرا قالوا لي لازم تغني ام كلثوم وحاجات، بس انا مش حافظه الاغاني بتاعت فيروز. لا انا هشوف لك حد كويس في الاوبرا، عشان كنت وانا صغيره في كورال الاطفال، هشوف لك حد مش هتغني ام كلثوم يعني، لما تكبري شويه تغنيها، هيراعوا برضو ان انت طفله وهيدوكي اغاني حلوه، ايه رايك؟ اوكي كده ماشي. مادام كده ماشي موافقه. كده ماشي موافقه. هدى، اخر سؤال عايز اساله لك، كل اولياء الامور بيواجههم حاجات صعبه جدا مع اولادهم، اوقات كتير مثلا ما بيودوش اولادهم التمرين لانه مسافه وكذا، مشاكل في الدراسه، عايزاكي تقولي اصعب لحظه مرت عليكي من اول ما تاليا اتولدت لحد دلوقتي، لحظه كانت تقيله عليكي قوي كأم. لا، هي اصعب لحظه لما عرفت حاله تاليا دي، ما تتوصفش، مش عارفه اوصفها. انا اخدت الطريق من عند الدكتور بتاعها لغايه البيت، هي دماغي نازله بس انا مش حاسه ان انا بعيط، انا مش حاسه بحاجه، انا ماشيه كده بس. بتتمني ايه في اللي جاي؟
بتمنى اشوفها ناجحه اكتر من كده. ده طبعا ما شاء الله ما شاء الله. لا انا في حاجه بس هدى وانا بكلمها في فاصل بقولها انت بطله وكده بتقول لي تفتكري، يعني سؤال مش في محله خالص، انت لازم بجد بجد يعني احنا بنقول لك اهو دلوقتي احنا فخورين جدا بيكي ولازم انت تبقي فخوره بنفسك، انت بتعملي بجد حاجه بطوليه. بقول لك في امهات كتير حتى ما بتفكرش انها تودي ولادها اي حاجه، فاللي انت بتعمليه ده لازم تبقي حاسه بقيمه نفسك وقدرك ان انت بتعملي عمل بطولي وعندك مسؤوليه حلوه وانت قدها، وكفايه ان انت مطلعه ما شاء الله يعني حاجه بالخفه وبونبونيه فاهمه والثقه دي، فبرافو احنا بنحييكي بجد. ومامة محمود يعني الحقيقه الام اللي مبدئيا محمود ممكن عكسك، انت شاب زي القمر ما شاء الله يعني ما شاء الله انت فعلا الله. لازم تبقى مذيع. أيوة. لكن والده محمود الحقيقه اللي طلعت شاب بالنضج ده وقاعد ثابت في مكانه، مش قاعد كده بيفرك، لا راجل تقيل ثابت. أيوة بنحييها جدا جدا، وهي اكيد واجهت صعوبات كتيره جدا جدا في المشوار ده. جه دور ان انت تختم الفقره يا مذيع، اتفضل الكاميرا بتاعتك كاميرا واحد. ودلوقتي خلصت فقرتنا مع برنامج الحريفة، وإلى فاصل إعلاني واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. عشان احنا حلقتنا النهاردة عنوانها الأمل، فقرتنا دي بتأكد لنا على ان جملة العمر مجرد أرقام في البطاقة، مش مجرد جملة بنقولها، حقيقة وواقع بنشوفه في نماذج كتير حوالينا، نماذج بتعلمنا التحدي والإصرار مهما كان عمرنا، وإن مفيش حاجة اسمها العمر فات وخلاص مش هقدر أوصل لهدفي وأحقق حلمي. النموذج اللي معانا دلوقتي لبطلة عمرها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 80 سنة، منهم 75 سنة بتعوم، بتكتب التاريخ بتحقيقها بطولة ورا بطولة، والشغف لسه جواها ما بيخلص. مش بس كده، هي كمان فخر وخير مثال لكل ست مصرية بتسعى انها تحقق حلمها. معانا ومنورانا نجوى غراب، احسن سباحة عالمية من ستة في العالم، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. يعني انا عايزة ازود على اللي اميرة قالته. أيوه. وانها قمر. يا سلام ما شاء الله. الله اكبر. زي القمر والله بجد. العظيم وكاريزماتك يعني. ده انت داخله كده الكلام ده على فكره كلنا بنحبه كلنا ما بيحبوش مين ما بيحبوش. انا سعيده بوجودي معاك والله النهارده، وبحب قوي قوي اللقاءات دي، بحس كمان ان في تجاوب من المجتمع المصري كبير قوي. الحمد لله الحمد لله. احنا عرفنا طبعا ان حضرتك اهلاويه. انا طبعا انا بحب الكوره كلها. بتحب الكوره جدا والله؟ الكوره الحلوه. مين يعني مين بتشوفي بيلعب كوره حلوه في بره مصر؟ انا بصي عاشقه لكل ما هو جميل، يعني ده طبيعي الواحد لما يشوف حاجه يعني قويه. صحيح. لازم ينجذب ليها. لازم. فاي لعبه جميله ببقى قاعد قدام التلفزيون ما بقدرش اتحرك. بس اكيد مش متعصبه. لا 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 تعصب لا زي متعصبه. ده لو بروح بطولات العالم اصلا وانا المصريه الوحيده ما فيش حاجه اسمها تعصب، يعني انا ما ببقاش مثلا الاولى ولا الثانيه، لكن الاجانب بياخدوني بالحضن. بنعرف يعني ايه قيمه الرياضه. مش فايتنج. لا لا اتفضلي. بما ان احنا بقى بنتكلم عن الرياضه، عايزه اعرف من البدايه شغف حضرتك للسباحه اللي خلاكي لحد النهارده بتمارسيها، دي حاجه مهمه جدا. شغفي والله جه من عيلتي. انا والدي كان بطل في اولمبياد في الفروسيه. وكان ضابط بوليس. اوكي. وفاهم كويس قوي قيمه الرياضه. اصل الرياضه دي ثقافه. دي حقيقه ثقافه فعلا. فمن واحنا اربع، احنا كنا ثلاث بنات، من واحنا اربع سنوات رمينا في حمام السباحه. لا وانت ما بتعرفيش تعومي لسه؟ لا خلاص اللي هتعومه يعني هتعومه، ملهاش حل تاني. ده ضابط بوليس يعني. بس احنا كنا ثلاث بنات، وانما اللي تميزت في البطولات هي نجوى. يعني اخواتي التانيين طبعا، لكن عارفه دي موهبه حضرتك. موهبه. فقعدت بقى في السباحه دي، لقوني عندي موهبه السباحه في النادي، على طول اخذوني دربوني. بدات في بطولات الجمهوريه، اخذت بطولات فرديه
مكانش مش عارفه ما كانش حد يقدر عليا ليه يعني. لغايه سنة حوالي 16 سنه وبعد كده البطولات توقفت مع كل الناس بالنسبه للجونيورز. فقعدت فتره طويله ما ادخلش بطولات. بس انا مش سباحه عاديه، انا فايتر، عايز الميه لازم تكون حد اولا قوي جنبي عشان احب اعوم. لازم يبقى في كومبيتيشن، لازم منافسه. لا تتخيلي حضرتك حبيبتي انا بطلع بره علشان اقابل الاجانب الاقوياء اهو داعش، ما اعرفش اوصفها ازاي. النجوى انا عاجبني قوي قوي الثقه اللي حضرتك بتتكلمي، الحمد لله، لانه ده ثقافة. يمكن حضرتك كنت تقولي الرياضة ثقافة، الثقة في النفس كمان ثقافة، أكيد والد والدة حضرتك من وانت صغيرة طبعا. احكي لي ازاي نموا فيك انك النهاردة تبقي واقفة بتتكلمي انا مش سباحة عادية. عشان اقول انا مش سباحة عادية، باردون يعني الكلمة دي يعني مش مفروض اقولها، بس لا بالعكس، بالعكس اسفة قوي انا ما بحبش اكمل. بالعكس اللي بيحصل بقى انه مش سهلة. الكلمة دي مش سهلة، عشان اوصل لها مش سهله. يعني عندي اراده قويه، برضو الاراده مش كلمه يا حبيبتي حقيقي. الاراده دي حرمان وتحمل مسؤوليه، ويعني حرمان من حاجات كتير جدا الواحد بيحبها، الحياه العاديه الناس كلها بتحبها انا محرومه منها. ليه؟ علشان اوصل لكلمه اللي حضرتك قلتيها من شويه، فدي حاجه مش سهله. فانا ما بقولها وانا سعيده ان انا حقيقه يعني عملت حاجات كتير قوي قوي، وحرمت نفسي من حاجات كتير قوي عشان اوصل للحاجات دي. دي التحديات اللي حضرتك واجهتيها في حياتك فبتخليكي دلوقتي قادره تقولي انا مش بطله عاديه. انا عايزه اعرف التحديات اللي انت قابلتيها برضو حضرتك كبطله، حرمتي من ايه؟ طبعا حضرتك يعني انا عندي نظام فظيع جدا في حياتي من اول لما بصحى لغايه اما انام. ابتديتي نظامك ده من امتى تقريبا يعني؟ لا انا مقتنعه بيه على طول. اللي هو ايه؟ اللي هو يعني نظام الاكل ولا نظام الحياه؟ كل حاجه احنا عايزين نستفيد. عايزين نقلدك. لا يا حبيبتي لا، انتوا ما شاء الله في ناس كتير على المستوى ده واحسن كمان. نبتدي بالايه؟ بالاكل ولا بال نبتدي بالاكل. اولا انا حارمه نفسي من ثوابت. يعني ايه ثوابت؟ يعني ما لهاش حل عندي تاني. ها نمره واحد النشويات، ما باكلش عيش خالص الا مره واحده في الاسبوع. مره واحده اهو اهو ده هو ده انا، واخد بالك؟ السكريات مانع نفسي منها تماما مره واحده في الاسبوع الا لو كان في اليوم بعد مجهود عملته. احيانا ببقى محتاجه لسكريات، طبعا اصلا السكر مش موجود عندي. لا شاي ولا على قهوه ولا مشروبات ايا كانت ولا عصاير فيها سكر تماما. ده الاساس. لكن احيانا ببقى محتاج مثلا لسكر، ممكن اخد فاكهه فيها سكريات. صحيح. لان طبعا الجسم مع المجهود بيحتاج، ما اقدرش اقول لك كده. وكمان عايز اقول النسبه بتاعه الحرمان بتبقى 80% عشان ما بقاش يعني 100%. 80% ليه؟ لان عندي يوم لازم اريح فيه، لازم احس بالرضا. لازم اصل عارفه الحرمان ده مش كويس. صحيح. لازم الواحد يحس ان هو راضي عشان يقدر يكمل المشوار بتاعه اللي فيه الحرمان بعد كده. فاجي اتفضلي. وقولي لنا بقى كمان، احنا قلنا بدانا بالاكل، اللايف ستايل بتاع حضرتك يعني ايه اللي حضرتك اتحرمتي منه في حياتك؟ يعني ايه اكتر حاجه النهارده وانت قاعده كده بتقولي يا نجوى انت ضحيتي بكذا عشان النهارده نبقى قاعدين في قدامنا على الترابيزه كل الميداليات دي؟ دي حقيقه. قولي لي الحاجه اللي انت حاسه ان هي كانت غاليه قوي عليكي وضحيتي بيها. يمكن انا بصراحه اللي انا عملته انا سعيده بيه، يعني انا عايزه اقولها بامانه، اللي انا عملته ده باقتناع وبحب وبشغف اكيد وسعاده. يعني انا ما بنزل واعوم مع ناس اقوياء ببقى سعيده. طبعا ممكن ما اطلعش الاولى، اطلع الثانيه، اطلع الثالثه، بس وجودي جنبهم مع خصوصا بس بطولات العالم طبعا دي كانت اقوى حاجه عملتها. كنت في فرنسا لان بحب قوي قوي اعشق اسابق مع فرنساويات، ما اعرفش ليه. ايه اللي بيميزهم بقى؟ اقوياء. اقوياء
أقوياء وسريعين كمان. أقوياء يعني عندهم ما عندهمش حل تاني، اللي بيعملوها يعملوه، وأنا بحب التحدي. زائد إن عايزة حضرتك أقول لك يعني أنا بحب أدخل كالمرأة المصرية. طبعا أنا أهو. أنا المرأة أنتوا مش أجانب، أنا أهو بكسب. فرعنة. أمال إيه؟ لا مش فرعنة، أنا بقول يعني باردون يعني الكلمة دي، أنا بقول إن أنا مش أقل منهم. حقيقي. متدربة زيهم وأحسن منهم وبكسب معهم. يمكن ما طلعتش الأولى في فرنسا ناسيونال يعني البطولة الوطنية إلا في سنة 2018. أخذت اثنين الأولى، أخذت اثنين ذهب من الفرنسويات. وده مش سهل. يا فندم؟ ده مش سهل. لا لا مش سهل طبعًا. أول قبل كده ما كنتش بعرف أخدها منهم، كنت بطلع الثانية بطلع الثالثة، لكن في 18 أخدت اثنين ذهب من الفرنسويات. وكان المفروض إن أنا يعني أنا عشان مصرية ما مش ممكن أبقى ملقبة ببطلة فرنسا، فالبعدية هي اللي بطلة فرنسا. وبعدين أنا بيقولوا عليا إيه، بينزلوا لي في الإنترنت بس بيحطوا رقمي أنا الأول طبعًا، ودي كفاية عندي طبعا كفايه. فدي لها تحدي حلو، التحدي حلو جدا والانجاز اجمل. حلوه قوي. لم تتوقفي حضرتك في اي فتره من الفترات خالص وترجعي تاني؟ يعني انا عارفه ان في سن الاربعين، انا اصل الارقام دي بالنسبه لي يعني مش عايزه اقولها يعني. لا قولي. قررتي تعملي بطولات؟ قولي قولي الارقام دي اهم حاجه. انا هنا عشان الارقام بتاعتي يعني. في سن الاربعين عشان سني اقصد يعني. في سن الاربعين حضرتك ابتديتي تشاركي في بطولات. أيوه. مين بيعمل ده في سن الاربعين؟ وازاي ما خفتيش تقولي لا أخاف من انا إيه؟ مش هقدر انا لا 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 انسي موضوع الخوف ده من عندي. اصل اللي خايف ده يبقى مش واثق من نفسه. صحيح. وعشان اكون واثقه من نفسي اكون لازم متدربه في كل حاجه في جميع يعني مراحل الحياه. فايه اللي هيجيب خوف؟ صحيح. اخوف اخاف لو انا عندي حاجه ناقصه عن الباقيين. لكن لما بروح انا فرنسا اروح بطوله العالم انا عارفه ارقام كل واحده وبتتدرب ازاي، انا احسن ولا هم احسن. وببقى رايحه عارفه رقمي وعارفه الترتيب بتاعي قبل ما اروح. وبعدين ده بتقعد بقى عمر يعني بكذا شهر اتدرب فيه يوميا. يعني كلمينا برضو حضرتك عن مواعيد التمرين يعني. علشان زي ما حضرتك بتقولي ما بقاش خايفه. انا لازم ابقى عارفه قدراتي وابقى مستعده. طبعا. بتستعدي ازاي لما بيبقى عندك بطوله؟ بتعملي ايه؟ بتتمرني قد ايه؟ اقول لحضرتك اولا انا عندي تمرين 5 أيام في الاسبوع ما شاء الله. بيدوني طبعا يومين. انا كان عندي مدربين هايلين طبعا مصريين كلهم. انا على فكره مصريه بس ما عنديش اي جنسيه اخرى وافتخر بهذا. كل اللي دربوني مدربين مصريين فقط. ما فيش ولا مدرب اجنبي وما رحتش بره مصر اتدرب هنا في بلدي. وبفتخر يعني بكده. يعني صنع في مصر 100%. كله. وده يعني انا بفتخر بكده. وده دي حقيقه. اعمل ايه يعني اقولها؟ هي دي الحقيقه. صحيح. فدو يعني كان عندي مدربين 2 هايلين طبعا. وانا بسمع الكلام جدا. واللي بيقولوه بنفذه بالثانيه. عشان انا سبرنتر. عارف حضرتك يعني ايه سبرنتر؟ يعني سريعه. انا 50 بس او 100 يعني 50. سبرنتر ده اصعب حاجه لان في ربع ثانيه بتفرق. طبعا. لا تمرينات جامده جدا جدا. ليه السباحه بتاعتي؟ لان انا بدخل 4 أنواع سباحه، 50 حره و50 ظهر و100 حره و100 ظهر. وبطولات العالم برضو ازود ال 200 حره. بس الحمد لله برضو جبتها 7 في العالم في روسيا. يعني الباقي كله كنت طبعا من الاوائل قوي لكن 7 دي. فبتدرب بقى كل يوم بالطريقه دي. حوالي احيانا بتعدي ساعه، ساعه وربع احيانا. يوميا. 5 أيام في الاسبوع. 5 أيام في الاسبوع. الا لما يكون مثلا جو برد زي النهارده او كده بخاف قوي على نفسي. عارفه حضرتك ليه؟ طبعا. لان اي اصابه اي اصابه اي اصابه بتمنعني عن نزول للحمام السباحه مش اقل من 10 أيام. وده بالنسبه لك طبعا؟ طبعا. زي السمكه. يعني اكتئاب. يا نهار ابيض. اكتئاب. ما بقاش سعيده الا وانا بعوم يا حبيبتي. يعني هل ده بسبب حب حضرتك للسباحه ولا اصلا حضرتك اكيد طبعا يعني عندك تقدري تقولي لنا مقالات عن تاثير الرياضه عن الحاله النفسيه؟ كتير.
يعني دي مهمه جدا يعني كتير. الناس ما بتبقاش واخده بالها خالص من الموضوع ده وبتروح بس تتمرن عشان تخس مش اكتر يعني لا لا يعني انا يمكن مختلفه شويه عن الباقي يعني بس لازم الانسان يعمل نص ساعه مجهود يومي لازم صحيح. عشان تبصي الدوره الدمويه بتتحسن ونفسيته بتتحسن اما في الميه بقى حاجه ثانيه بقى يعني انا معايا حضرتك يعني كم من الاطباء كلهم جراحين و و و كلهم على فكره ايه يعني في الفريق وبيدخلوا سباقات يعني مش ان هم يروحوا كده فور فان لا 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 لا, لا. بيدخلوا سباقات. فمره كان في دكتور اكمل حضرتك ولا عايزه اكمل؟ لا لا اتفضلي اتفضلي كملي قوي عايزين نقعد مع حضرتك بعد الحلقه والله لا والله مبسوطه بحضراتكم يعني امارات ما شاء الله الله اكبر فمره كان في دكتور اوعيه دمويه من اكبر الاساتذه في مصر وبعدين رايح يعمل عملياته قلت له يعني يا دكتور ده انت رايح تعمل عمليه ما تروح بقى كفايه قال لي عايز اقول لك حاجه ان انا عشان اعمل عمليه كويس لازم اخلص التمرين بتاعي فانا عايزه اتمرن واعوم انا هروح في الحاله دي اعمل العمليه براحتي وانا مستريح واعملها مظبوط ده معناته ايه أهمية الرياضة الصحة النفسية وإن أنا أعمل شغلي في حاجة مهمة قوي عايزة حضرتك تكلمي عنها ألا وهو إنه حضرتك مش بس سباحة حضرتك كمان فنانة تشكيلية مظبوط أنهي فيهم أنهي موهبة سبقت الثانية وأنهي فيهم أغلى على قلبك والله الاثنين أنا ما أقدرش أميز دي عن دي لأن دي خلقة ربنا ربنا خلقني كده دي صور لبعض من انا حضرة. انا برسم الله ده التابلو ده لذيذ موت جميل ده الفن للتاثير دي ليوناردو دافنشي دي العمليه بتاعت موناليزا شوفي بقى قوتها دي بقى عاشقه للحصان العربي عشان والدي وانا كمان انت والله بحب الخيل قوي وده برضو الفن التاثيري بتاعي انا احبه قوي 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 وده برضه فن تأثيري بس في بداية حياتي في فن التأثير شوية ده كان 2008 تقريبا وده برضه من اللوح الجميلة اللي أنا بعملها كله تأثيري ده لما كنت صغيرة بقى شوية كنت حلوة قوي كده ليه انت حلوة لا لا انت حلوة هو اصلا هو حضرتك اصلا كمان شكلك فعلا فنان تشكيلي يعني والنبي جد ليه اكتر فنانة تشكيلية صحيح دي حقيقة انا عايش امسك يعني ما عندكيش فكرة قد ايه بحب الرسم فالرسم والسباحة الاثنين ربنا خلقهم فيا ما اعرفش بقى ما اعرفش ازاي يعني لا ربنا جينات يمكن احنا قبل ما نختم فقرتنا عايز اسالك على حاجة مهمة فضل. عن دور الوزارة في كأس العالم عايزاك تكلميني عن ده دور وزاره الشباب حضرتك والله وزاره الشباب انا عموما اشتركت في 6 بطولات عالم قبل كده ولكن كل 6 بطولات عالم دول طبعا حصلتهم 11 ميداليه عالميه منهم 4 ميداليات عالميه في كوريا الجنوبيه 2019 وكان عمري 76 سنه طبعا احسن مصنفه احسن 6 في العالم يعني يعني انا بطلع على حسابي لكن وعايزة أقول لحضرتك حاجة يعني حب قوي أن أكون مطمئنة خصوصا أن أنا داخلة بطولة العالم في اليابان إن شاء الله السنة دي مشتركة فيها عن سن 80 سنة اليابانيات كويسين برضو يعني مش ما اعرفش هقابل مين هناك بس مش قليلين مش قليلين لا 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 مفيش حد قليل في بطولات العالم دول لا مفيش حد بيهزر خالص لا انا ولا غيري يعني اي هفوه كده يلا على بلدك يلا روحوا احنا للاسف فقر يعني وقت برنامجنا حلقتنا النهارده خلصت بس عايزه حضرتك تقولي قبل ما نختم كده بالروح الحلوه والشغف والمثابره اللي عندك توجهي رساله للشباب اوجه لهم اولا حافظوا على النعمه اللي ربنا اداها لكم وهي الصحه ما تهدروش صحتكم لا مش عايزة بقى أذكر إيه يعني كل طبعا عارف كان والسجاير وشرب وكلام زي كده ليه ده ربنا ادالك نعمة الصحة حافظ عليها واشكر ربنا عليها ما تهدرهاش واعمل المجهود اللي ربنا طلب انك تعمله عشان تبقى سعيد صحيح لازم حياتك تبقى فيها ناحية نشاط لازم تتقسم الحياة نشاط ومذاكرة وحب وكل اللي انت عايزه بعد كده بس المهم يكون في النص ساعة بتاعت المجهود اليومي ده
احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، نورتينا نورتنا جدا كابتن نجوى، وكل سنه وهي طيبه وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا، سنه كلها انجازات كتير ونفضل نحقق فيها كل اللي نفسنا فيه. بنشكركم جدا جدا، وبنشكر حضرتك على مشوارك ووجودك معانا، وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، واستنونا بكره في حلقه جديده من الحريفه. باي.